أما الصعوبات الداخلية فهي عدم كفاية الطالب الفعال والقدرة الفائضة في بعض الصناعات وضعف التوقعات الاجتماعية، ولا يزال هناك العديد من المخاطر والخطر إلى جانب انسداد في الدورة التنموية المحلية. ويتمثل الضغط الخارجي بشكل رئيسي في تزايد التعقيد والحدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية، وخاصة انكماش اقتصاد العالم. فبعد 3 سنوات من الاضطرابات والجائحة لم يتعافي اقتصاد العالم بسلاسة. إن الوضع الاقتصادي للدول المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية غير مبشر، وقد أثر انخفاض الطلب على الواردات لهم بشكل مباشر على صادرات الصين. وأصبح الضعف الاقتصادي للدول الكبرى في العالم أحد الأسباب الرئيسية لتراجع صادرات الصين. العام الجاري يمثل عام انتعاش اقتصادي وتنمية بعد 3 سنوات من الجهود التي بذلت للوقاية من الوباء كوفيد-19 والسيطرة عليه. إننا أمام تحديات خارجية وصعوبات داخلية، فقد قمنا بتعميق الإصلاح الانفتاحي بشكل شامل وتعزيز جهود السيطرة الكلية والتركيز على توسيع الطلب المحلي وتحسين الهيكل وتعزيز الثقة ومنع المخاطر. وتم تحقيق انتعاش اقتصاد الصين ودفع تنمية عالية جودة بقوة. فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي هذا العام إلى أكثر من 5%، وأن يستمر في المساهمة بأكثر من 30% في نمو اقتصاد العالم. وإذا أخذنا التحول الصيني كمثال، في عام 2023 زاد نمو الخلايا الشمسية الصينية بنسبة 68%، والرقائق الصينية بنسبة 36%، وتزدهر الصناعات الناشئة. كما أن عملية التحول الهيكلي تتقدم بوتيرة أسرع من المتوقع. نعم، الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات وعقبات، ولكنه لا يزال في مكانة رائدة في العالم، فيجب أن نزيد ثقتنا فيه.